اختي انا فاطمه ساكنه في حيفا لا خياطه، ودفعت القرض وباقي ما جابوني لا بيه لا بالله، ولا تنتمنى منهم يجاوبوني، وتنتمنى جلاله الملك يشوف هذا المقطع ديالي ويترجى لنا هذه الحاله اللي انا فيها. انا راجل ما كاينش عندي غير بالتونس، وعندي جوج الوليدات. لا اختي حنا مخاسمين يعني واقفين على الطلاق. ها انا وليداتي عندي جوج وما لقيت ما نوكلهم. الخياطه دابا راه توقفات، واضطريت ندير شويه لبس من باش نوكل وليداتي. يعني واش الناس ما لقيت ما ياكلوا عادي يجيو يخيطوا؟ ما عمرها تمكن. هي فاش طريت درت شويه لبس من والبغرير تنوكل وليداتي في الزنقه تنبيع. بعت 800 مليون هي اللي دفعت، وما جابوني لا بيه لا بالله. كلشي مقاد، كلشي مقاد الدوسي ديالي، يعني ما جابوني لا بيه لا بالله. ودايره كسيده على ايديا ما بقاش، ضربني الموتور هرب، ما وقفش كاع حتى الوقوف هرب. داكشي علاش، والحمد لله. وتنتمنى من جلاله الملك يشوف فينا، هادشي اللي غنطلب الله. هو 8 مليون اختي راه عطا الله ما ندير بها، رانا نخدم ماكينه ديال الكمبيوتر، نزيد ماكينه اخرى. يلا تاخذي الثوب، راه شحال من حاجه خصك تاخذي بها، حيت الخياطه ماشي سهله. لا عمرني ما خديته، ما عمرني عرفت معاك خدامه، كنت كاري حانوت، وملي وقعت هاد كورونا طلقت الحانوت. لا علاش نرجع؟ علاش ما نرجعش؟ انا عمرني ما خديت من عنده، مازال كون خديت مازال ليا، عمرني ما خديت من عنده. لاول مره غادي ناخذ من عنده، اول مره غناخذ هذا القرض. محتاجه اختي نكذب عليك، والله حتى محتاجه. كون ما كنتش محتاجه يعني ما غاديش نلحق لهذا الوضع. واختي تنطلب المساعده بخصوص هذا القرض، محتاجه بزاف، ما غاديش نقول لك شويه، محتاجه بزاف، حيت ولادي ما بقيت منوكلهم. وانت تتشوفي دخلتي، انت تتشوفي الوضع ديالي، ما كاينش اللي غيشدو ليا، شكون اللي غيشدهم؟ وعندي الاولاد ماشي حتى البنات اللي غاديين يبركوا، الدراري ماشي هما الدريات، والحمد لله.